سي ام بانك، واحد من اشهر نجوم ال دبليو دبليو اي، وفي 2014 بيقرر الاعتزال من المصارعه ويقرر الدخول لعالم الام ام اي، وكان عمره ساعتها 35 سنه. وبالفعل تعاقد مع اليو اف سي في 2015، وتم تحديد نزاله الاول ضد ميكي جال، لكن يتاجل نزاله بسبب اصابه في كتفه وعموده الفقري، وبيتاجل النزال لسبتمبر 2016. وبالفعل بيتخطى مرحله الميزان، ومع بدايه النزال بيظهر للجميع انه لا ينتمي للقفص، وبينقض عليه ميكي جال وبينهي برير نيكيد شوك. وفي مقابلته بعد النزال قال انه لن يستسلم ابدا، وبيعود فعلا سي ام بانك بعد سنتين للقفص ضد المقاتل مايك جاكسون، اللي مسيرته كلها عباره عن نزال واحد خسر قدام ميكي جال. ويبدا النزال، ويبدو من الوهله الاولى ان سي ام بانك تحسن عن النزال اللي فات، وما هي الا دقائق معدوده حتى يصاب سي ام بانك بالارهاق. وبعدها بيسيطر خصمه على بقيه النزال، وبيفوز خصمه بقرار الحكام، لكن بعدها بتلغى النتيجه لثبوت تعاطيه الماريجوانا. وبعد 3 سنين بيرجع سي ام بانك تاني لبيته.